حبيت أشرح لكم اليوم كيف ممكن نزخرف مطارة الماي. هذا منتج جديد في السوق يسمونه بوف، اللي هو بشكل بسيط أنه يحفظ المشروب داخله في نفس درجة الحرارة. إذا كان المشروب بارد أو حار يحافظ عليه. لو تلاحظون قمت أزيد أو أضيف على المنتج بعض الخطوط العربية، بحيث يعني أني أزيد عليه تفاصيل حلوة وبنفس الوقت تكون متناسقة من حيث اللون والشكل. اخترت اللون الرمادي الفاتح لأن هي لونها أسود مات، ومثل ما تلاحظون هذه الزخارف. هني السؤال، كيف ممكن الشخص ممكن يتعلم يعني أنه يسوي نفس الزخارف على منتجات مختلفة، سواء نفس المنتج أو أي شيء مختلف، كفر تليفون، تيشيرت أو أي شيء ثاني. أكثر خط ممكن يفيدك في هذا الموضوع خط الوسام أو ممكن خط السمبولي. هذه الخطين يعني حروفهم بشكل منفصل تتناسب أنك تزخرف فيهم أي شيء، ولكن ممكن تغير عليهم بعض التغييرات بحيث أنها تندرج تحت الخط الحر. مثل ما تلاحظون لما تسوي تداخل بين هذه الحروف تطلع بشكل جدا جميل. وأنا في البرنامج شوي مقلل الأوباسيتي اللي هي شفافية، بحيث أنه يعني لما خط مع خط يتلامسون ما يتبين أنه كأنهم خلاص نفس الجزء، يبين في تقاطع. هالشي تسوونه على اليسار تحت في خيار أن تقللون الأوباسيتي مال الفرشة، شيء موجود في البرنامج. الفرشة اللي أستخدمها هي فرشة خط السمبولي أو الوسام، هي نفسها، يمديكم تحصلونها في باقة الخط. اسم البرنامج اللي أستخدمه في المقطع بروكرييت، لأن وايد ناس يسألون عنه. هذا هو الشكل النهائي. يعطيكم العافية ومشكورين على تفاعلكم.